شكرا للصديق والزميل العزيز الاستاذ حسين الزناتي، وبهنيه بدايه يعني بترقصه لتحرير هذه المجله الجميله اللي انا بعتبرها من اجمل مجلات الاهرام واصداراته، واللي هي الحقيقه مجله ناجحه بكل المقاييس. وان شاء الله باذن الله انا متاكد انه هيضيف كتير لهذه المجله بيكو وبجهده وبرؤيته اللي هي مش هتحقق الا بيكو اكيد. وبرضو في البدايه برضو بشكر زميلتنا العزيزه الاستاذه ليلى الراعي على دورها وعلى جهدها اللي قامت بيه خلال فترة توليها رئاسة التحرير، وده شيء رائع وعظيم عايزين، ومبدأ مهم ان احنا نقر في هذه المؤسسة العملاقة اللي هي طول عمرها بنفتخر بان احنا بنشرف بالانتماء ليها الاهرام، اللي احنا بنتكامل وبنكمل بعض، واللي بيجي بيبني على اللي كان قبل كده، لان محدش بيقدر يعني مش حاجة اسمها ان الكون يبدأ من عندي، عمر الكون ما بيبدأ من عندي، الكون طول عمره موجود وهيظل موجود، الابداع والقدرة ان احنا نطور هذا الكون ونبني على الموجود ونحدثه ويعني ونكبره ونعظمه، وده شيء رائع، ولان ده اللي انا متأكد فيه من زميلنا الاستاذ حسين الزناتي الحقيقة، لان هو برضو زميل عزيز وانتوا مش غريب عليكم، عنده روح نقابية، والروح النقابية دي روح مهمة جدا في فكرة استيعاب الآخرين وتفهم ظروفهم، ويعني محاولة انك تاخد من كل واحد افضل ما فيه، هي دي الروح الصحيحة، بغض النظر عن ان هناك ارواح شريرة اخرى دي موضوع تاني، لكن احنا بنتكلم على الروح الايجابية التي يجب ان تكون. مجلة علاء الدين مجلة جميلة، مجلة ناجحة، مجلة اثبتت جدارتها في المحيط بتاعها عشان يبقى تعبير صح، يعني من انجح مجلات الاطفال الموجودة في مصر، الاعلى توزيعا برضو هي الاعلى توزيعا في مصر. مهم جدا، تحدي مهم انتوا بتواجهوه، لان انتوا الاساس بقى. الاساس بمعنى ايه؟ ان احنا عندنا مشكله كبيره دلوقتي، الارض بتاعت الكورنيش احنا قطعنا فيها شوط كبير جدا برضو الحمد لله. اكبر مشكلتين انا خلصتهم، كان فيها نقطه شرطه وزيلت هذه النقطه الحقيقه، ولازم احيي وزير الداخليه السابق اللي هو مجدي عبد الغفار، لانه هو اللي وافق لي على ازاله نقطه الشرطه. وكانت الهوايه بتاعت المترو قسمها نصين، جايه في النص كده قسم الارض. برضه لازم احيي الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق، لانه هو وافق لي على ان الهوايه دي تتجنب في حمالي الارض بالكامل 1300 متر بقوا قطعه واحده، بدل ما كانوا يبقوا قطعتين ما كانش هينفعوا. المشكله الثالثه اللي قطعنا شوط فيها كبير اللي الورثه كانوا داخلين معانا في نزاع، كسبنا الحمد لله اول مرحله، بس الحكم مش نهائي، عشان كده لسه في حكم نهائي، لازم اخد الحكم النهائي عشان اقدر استغلها، فهي لسه كسبنا اول درجه لكن لسه الحكم مش نهائي، لكن الارض معانا ومصورنا، حتى في كان في محاوله للاعتداء عليها ازيلت هذه المحاوله، ولو اي حد راح مشي على الكورنيش هتلاقيها مصوره ومقفوله، يعني لسه لحد دلوقتي الارض المقطم الترخيص بتاعها ما طلعليش. اتفقت مع النصر الاسكان والتعمير، واتفقت مع محافظه القاهره، وشغالين في الاجراءات، وخدنا موافقه مبدئيه من الهيئه الوطنيه ولسه شغالين فيها. ان شاء الله قدامنا يعني ربما يكون عده شهور عبال ما نبدا فيها، عشان كده بقول ده لسه تحت، لان انا دقيق في كل كلمه بقولها. ما بقولش الا لما اللي بيتعمل. ده ليه؟ لمستقبل الاهرام. باذن الله الاهرام بالورقه والقلم ومن سنتين لثلاثه لاول مره ما تحتاجش حاجه من الدوله مره تانية، بس انا قدامي من سنتين لثلاثه عشان اقدر اعمل ده، ونرجع للتوازن المالي التاني، واقدر امول نفسي، واقدر الاهرام تستمر ان شاء الله زي ما بقى لها 144 سنه، تستمر 300 و400 سنه باذن الله، بيكوا وباولادكوا باحفادكوا بالاجيال التاليه ان شاء الله باذن الله. منذ ان شرفت بتولي هذه المسؤوليه ما فيش حاجه اتلغت، وعايز اطمنكم وما فيش حاجه هتتلغي. اقول تاني ومفيش حاجه هتتلغي عشان تطمنوا، ولا من الحوافز. اقول تالت ومفيش اقول تالت ومفيش حاجه هتتلغي. عايزه تسقيفه دي على فكره. وعايز اقول لكم بقى عشان اطمنكم ومش هيتلغي حاجه، بس ايه، نصبر على بعض شويه، نتفهم الظروف شويه،
نبقى عارفين الوضع اللي احنا فيه عشان نقدر نعدي ان شاء الله. مؤسستنا تكبر وتكبر بيكم. يعني انا معلش انا استغلت هذه الفرصه الجميله ان انا برضو قدرتش معاكم بالعكس واطمنكم، وعايز في الاخر اهنيكم ان شاء الله باذن الله تقدروا تعملوا لنا حاجه اجمل واجمل. بس رئيس يعني نستأذن حضرتك، يعني احنا فعلا موضوع الالكتروني اعتقد ان هو موضوع مهم جدا جدا، واحنا يمكن من سنين بنتكلم في موضوع الالكتروني. يعني زي ما حضرتك شايف ما شاء الله الزملاء يعني طاقة كبيرة، وطبعا انا الفرصة طبعا قدام الاستاذ محسن ان بشكرهم على الروح في الحياة اللي استقبلوني بيها، يعني يعني بعد التجربة الناجحة الاستاذة ليلى الراعي الانسانة المحترمة رئيسة التحرير اللي عملت حاجة كويسة جدا لمجلة علاء الدين، لقيت الروح الكبيرة جدا دي من كل الزملاء في الحياة، يعني طاقة ايجابية كبيرة جدا الدهاني في الحقيقة، ويرجعوني الأيام لسه سنة التخرج بتاعتنا اللي كنا جايين نجري جوه المجلة عشان نعمل حاجة كويسة. فأنا طبعا بشكرهم جدا جدا جدا، وأنا أعتقد أنهم عندهم طاقة بصراحة أكبر بكتير حتى من العدد الشهري. وأنا قلت للزملاء قلت لهم المجلة إحنا هنعتبرها جزء من مشروع علاء الدين. علاء الدين أنا شايف أنها مشروع للطفل المصري والعربي، وبالتالي إحنا عندنا قماشة واسعة جدا نقدر نتحرك فيها. الإلكتروني طبعا جزء كبير منها، وده اللي يعني اتمنى من المؤسسه فعلا انها تركز فيه معانا بشكل كبير، سواء على المستوى المادي او اللوجستي او الفني، سواء من اماك او غيرها، عشان نقدر ننشط كل ما هو الكتروني، لان احنا مش عايزين ناثر في الولد بس بمجله مطبوعه. اذا كنا احنا بنطبع عدد معين بناثر في 4-5 اضعاف العدد، عاوزين اكتر واكتر وعشرات المرات. فاتمنى من حضرتك يعني بتعليمات حضرتك ان احنا يعني نهتم شويه بموضوع الالكتروني، خاصه ان احنا لغايه دلوقتي طبعا المواقع بتاعه الاصدارات واقفه، وفي الحقيقه يعني في الحقيقه يعني بامانه هي بتعوقنا بشكل كبير جدا. الناس عندهم طاقه كبيره جدا، لكن حضرتك تخيل ان كل الطاقه دي بتشتغل على 78 صفحه في المجله شهريه، فهم عندهم طاقه كبيره جدا، احنا عايزين نطلعها بشكل افضل، وعشان ناثر ونفرض نفسنا على السوق، وان احنا فعلا نبقى رقم واحد في مصر ورقم واحد في المنطقه العربية، وممكن ندخل افريقيا. احنا العدد ده بدأنا نعمل مثلا مغامرات على دين في افريقيا، فاحنا يعني دورنا اعتقد ان هو بيتجاوز كتير جدا حدود دورنا اللي موجود دلوقتي. واعتقد ان حضرتك والمؤسسة مش يعني مش هتتأخر علينا في ده، لان احنا فعلا عندنا احلام وطموحات كبيرة ان احنا نكون موجودين رقم واحد في السوق العربي في اي مشروعات لها علاقة بالطفل، ليس فقط يعني مطبوعة يعني ورقية. فنتمنى من المؤسسة ده، واعتقد ان حضرتك يعني هتكون دعم كبير لينا في المسألة دي. وأنا طبعا بشكر زمايلي مرة تانية، والشكر كبير جدا جدا بقى طبعا الأستاذ عبد المحسن، يعني أخونا الروحي، ويعني وهو واحد مننا بجد، ومش عارف أقول له إيه النهاردة بصراحة، ودعمه لينا، والأستاذ عمر سامي ودكتور طارق الصنوطي وزملائنا الأعزاء اللي حضروا النهاردة ونورونا وشرفونا. وهنقطع بقى التورتة بتاعت علاء الدين عشان ما ينفعش النهاردة الرئيس يبقى موجود، وان شاء الله باذن الله دايما نلتقي على ايدينا الرئيس باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. اتفضل يا دوس يا صاحبي، دوس يلا اهو. بس يا محمد جعان يا رخ مستعجل. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل سبسكرايب لقناتنا.